أنا أعتقد أنه كل أحد فينا عنده أغنية مفضلة أو أغنيات مفضلة، وكان سبب ارتباطه فيها يمكن يكون موقف أو ذكرى، وهذا سبب حبه لهذه الأغنية. رحبوا معي لتقديم جائزة الأغنية المفضلة بالفنانة هدى حسين. مساء الخير. نفرح نسمع أغنية، نزعل نسمع أغنية، نحب نسمع أغنية، نتخاصم نسمع أغنية. منو فينا ما عنده أغنية مفضلة وما يحب يسمعها دائما؟ منو فينا يقدر يستغني عن الموسيقى؟ ما أعتقد ما في أحد فينا من فترة لفترة تكون عنده أغنية مفضلة أو موسيقى يحب يسمعها. اليوم من الأغاني المرشحة الليلة، وهي نشوفها. البنت القوي وائل كفوري. يا ويلي من حبه سكر على ربا. حسك وجودي راشد الماجد. ويا عايشه بقلبي انا الود ودي. سلامه نانسي عجل. سلامت سلامت من غير اسباب. الفاتنه ماجد المهندس. يا مساء الليل يا عطر ودخول يا غرام الحب. الأغنية الفائزة بجائزة جوي أوردز للأغنية المفضلة هي سلامات للفنانة نانسي عجرم. مساء الخير. في مهرجانات كتير بعالمنا العربي بيمنحوا جوائز، بس جوي أوردز جائزة الفرح. الفرح يلي نحنا بعالمنا العربي بأمس الحاجة لإله هلا أكثر من أي وقت مضى. شكراً هيئة الترفيه، شكراً معالي المستشار على صناعة الفرح. بعد رح نتخيل أكثر. شكراً مجموعة MBC، شكراً لكل شخص ساهم على إنجاح هذا الحفل. أنا كثير سعيدة أني معكم الليلة، وألف مبروك لكل الفائزين. شكراً.